هاي، انا دكتور سمر فروم زيو سكين سنترز، والنهارده راجعه اتكلم معاكم وندردش شويه كده على مشكله كتير قوي الفيشنز بتوعي بيجولي بيها، ان هما بيكونوا اوريدي بيعملوا دايت واوريدي بيعملوا اكسرسايز بس مش عارفين يوصلوا للنتيجه اللي هما عايزينها او الحل او الشكل اللي هما بيتخيلوه في دماغهم. كتير قوي بيبقى عندهم مشكله في مكان معين، حته معينه في الابدومن او في الارمز، لوكلايزد اريا اوف فات، ان انا مهما جسمي خس المكان ده بالذات مش راضي يخس وبيعاندني جدا. طب انا اتصرف ازاي او اعمل ايه في الموقف اللي زي ده؟ في الوقت ده بيكون جه ميعاد التدخل بالبادي كونتورنج ماشينز. عموما البادي كونتورنج بيكون له شقين، الشق الاولاني هو الفات ريدكشن والشق الثاني هو السكين تايتنينج، او ان انا الشق الاولاني ان انا اقلل الفات والشق الثاني ان انا اشد السكين علشان بعد ما قللت الفات ما يبتديش يحصل عندي ترهل مكان ما انا قللت الفات ده. الماشين اللي انا بحبها جدا جدا هي الاكسن برايم من الما، هي ماشين فيرساتايل جدا جدا ومريحه جدا جدا، سيشن سريعه كومفورتبل، البيشنت بتخرج ما عندهاش اي سايد افكت او اي حاجه تمنعها من انها تمارس حياتها بشكل طبيعي جدا جدا جدا. اول حاجه اللي بنبتدي بيها هي الفات ريدكشن، وبنستخدم فيها الماشين او الهاند بيس اللي اسمها الالترا سبيد. ناو الالترا سبيد لما نبص عليها هنلاقي القطر بتاعها كبير قوي، فده بيسمح لها تكون ادفانتج في كذا حاجه. اول حاجه ان القطر الكبير ده بيسمح للماشين انها تعمل بنتريشن عالي جدا للسكن، فبنوصل لاكتر او الديب لايرز بتاعه الفات اللي خصوصا بتكون متمركزه ساعات عندنا في الهاي ابدومن، هنا بتبقى فيري ستابرن. الالترا سبيد دي بتشتغل بالالترا ساوند تكنولوجي. الالترا ساوند تكنولوجي دي هي موجات صوتيه بتبتدي توصل للدبس او للمكان اللي فيه الخلايا الدهنيه، وتبتدي تعمل فايبريشنز معينه في الخلايا الدهنيه دي، فالخلايا الدهنيه دي تبتدي ان هي تضعف. مفيش طبعا جلسه متكامله من غير ما نعمل سكين تايتنينج. استخدم حاجه اسمها اكسنتويت، هي بتشتغل بحاجه اسمها يوني بولر ريدي فريكوينسي، يعني ريديو فريكوينسي بتوصل من بول واحد عشان تعرف تعمل ديب بنتريشن انتو ذا سكين. بيفيدني ان انا عرفت اوصل لكل اللايرز بتاعت السكين، اللي اوصل لكل اللايرز بتاعت الفايبروبلاست او الخلايا المسؤوله عن انتاج الكولاجين والالاستين وكل الحاجات اللي بتعمل لي تايتنينج في السكين او انها بتشد السكين. بيبتدي ان انا بعد الجلسه دي ابتدي احس ان جلدي مش بس حصل شد او ستريتنينج في الكولاجين فايبرز اللي اوريدي عندي، لا بالعكس انا ابتديت ان انا اكون كولاجين فايبرز جديده خلاص علشان تساعدني في ان السكين بتاعي في المكان اللي احنا اشتغلنا عليه ده يتشد. الراديو فريكوينسي بتاعه الاكسنتويت قوتها 40 ميجا هرتز، يعني انا اقدر اوصل لليفل اعلى بكتير قوي قوي ونتيجه اعلى بكتير قوي قوي بجلسه واحده، اضعاف اللي ممكن اوصل لها باي جلسه تانية من اي ماشين تانية. الجلسه مريحه جدا جدا جدا، بنحط الماشين مفيش اي سايد افكتس، مفيش اي حاجه بتضايقنا، مفيش اي حاجه بتزعجنا، جلسه سريعه وخفيفه وبنخلص ونمشي. وابقى انا كده مع الالترا سبيد والاكسنتويت عملت فات ريدكشن او قللت الدهون اللي في الجسم، وعملت سكين تايتنينج او عملت شد للجلد اللي موجود، وكونت كولاجين ماتريكس جديده.